رجعنا تاني لسه مكملين معاكم فقراتنا في 7 في 7 على شاشه تايم سبورتس، ودلوقتي بنوصل معاكم لفقره التوب سيكريت، واللي طبعا من خلالها دايما بنقول لكم كل يوم خبر حصري مش تلاقوه في اي مكان تاني غير عندنا هنا في 7 في 7. الخبر بقى بتاعنا النهارده هو عن المنتخب الوطني الاول. طبعا زي ما انتم عارفين اكيد استعدادات المنتخب الوطني لمواجهه الكونغو المهمه جدا والمقرر ليها يوم الاربعاء اللي جاي ما بتقفش. المدير الفني بقى خفير اجاري بيواصل جلساته الفنيه مع اللعيبه عشان طبعا يوصل بكل لاعب فيهم لاعلى فورمه فنيه. ومن ضمن بقى الجلسات المدير الفني كان ليه جلسه مع محمد صلاح، كانوا بيتشاوروا فيها ازاي يزودوا الفعاليه الهجوميه لمو صلاح في مباراه الكونغو اللي جايه. وخلال بقى الجلسه دي طلب صلاح من اجاري ان هو ما يلعبش في مركز راس الحربه زي ما حصل في الشوط الثاني لمباراه زيمبابوي لما خرج مروان محسن واتنقل صلاح لمركز المهاجم الصريح، وده بيخليه اكتر عرضه لرقابه لصيقه طبعا من المنافس، وما بيكونش عنده حريه ان هو يتحرك زي ما بيكون بيلعب على الجنب اليمين. وده اللي طلبه محمد صلاح من اجاري، انه ما يغيرش مركزه خالص من الجنب اليمين عشان يقدر ان هو يكون فعال بشكل مستمر على مرمى منتخب الكونغو الديمقراطيه.